بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. والنادي المصري تغلب على نادي اولمبيك اسفي المغربي بنتيجه 2-1 في المباراه الوديه اللي جمعت الفريقين على هامش معسكر المصري والمقام في مدينه مراكش المغربيه، وده استعدادا للموسم الجديد. فريق نادي بيراميد تحقق الفوز وديا على نادي سبارتاسبور التركي بنتيجه 3-0، سجلهم النجم المغربي وليد الكارتي والمهاجم الجنوب افريقي فخري لاكاي وعبد الله السعيد في رابع واخر وديات الفريق بمعسكر الاعداد في تركيا. الفريق الاول لكره القدم بنادي انبي فاز على الاتحاد السكندري بنتيجه 2-0 في المباراه اللي جمعت الفريقين في اطار استعدادات الفرقتين لانطلاق مسابقه الدوري المصري الممتاز. فريق الإسماعيلي خسر أمام الجونة بنتيجة 1-0 في المباراة الودية اللي جمعتهم امبارح في استاد الإسماعيلية في إطار المباريات الودية للفريقين استعدادا للموسم الجديد. منتخب مصر للسيدات فاز على المنتخب المغربي بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعت بينهم على استاد اسكندرية في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في التصفيات الأفريقية 2024 والمؤهلة لكأس العالم، وسجل ثلاثية المنتخب سارة خالد ومايا دياب وحلا مصطفى. هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة احتلت المركز الثالث في التصنيف العالمي للعبة لفئة تحت 19 سنة، وده بعد فوزها ببطولة كرواتيا وسلوفانيا الدولية اللي شاركت فيها مؤخرا. كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية امبارح عن أسماء المرشحين لجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى للعام الحالي 2023، وكان أبرز المرشحين النجم ياسين بونو حارس المنتخب المغربي وتيبو كورتوا حارس ريال مدريد وإيدرسون حارس منتخب البرازيل ومانشستر سيتي. محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي تصدر قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023، واللي بتتقدم لأفضل لاعب في العالم وفقا لما أعلنته المجلة الفرنسية. وأبرز لاعبين في القائمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي وإيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي الإنجليزي وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان. الدولي الأمريكي كريستيانو بوليسيتش نجم ميلان الإيطالي فاز بجائزة أفضل لاعب داخل صفوف الروسونيري خلال شهر أغسطس الماضي.